واجب وفاء أمة، هو الشعار المقدس الذي يعمل على تكريسه الدرك الوطني بإخلاص. كل فرد من الدرك الوطني متفان في أداء الواجب الذي يستلهمه من تاريخ الجزائر، إقرار الأمن والاستقرار في أوساط الأمة. عرفت مؤسسة الدرك الوطني مراحل ومهام عديدة عبر التاريخ، يصفها العلامة ابن خلدون في مقالته عن التاريخ العام: الدرك مؤسسة مشكلة من شرطة مدنية وخيالة، مهيكلة بإحكام وصرامة، ومكلفة بالأمن والأمان على طول الطرقات والمسالك عبر إفريقيا الشمالية. ساهم الدرك الوطني عبر تاريخ الجزائر من خلال أدائه مهام مرتبطة بمناحي الحياة الاقتصادية والمدنية والقضائية. أثناء ثورة التحرير المباركة، قررت قيادة مجلس الولاية السادسة التاريخية لجيش التحرير الوطني إنشاء الدرك الوطني في العام 1959. وصف أفراد الدرك الوطني آنذاك برجالات الحاضر والمستقبل وبأبناء جمهوريتهم وجيشهم. 3 سنوات بعدها تستعيد البلاد سيادتها، ويتم الإعلان عن تأسيس مؤسسة الدرك الوطني للجزائر المستقلة في مرسوم رقم 1962 بتاريخ 23 أوت 1962. تحديات عديدة رفعتها مؤسسة الدرك الوطني، لا سيما تحدي الثورة التكنولوجية المتحولة والمتسارعة، إذ يشكل التحكم فيها هدف الدرك الوطني في محاربته الجريمة المنظمة. في سعيها المتواصل والدؤوب لتحقيق مبدأ التنمية المعتمد منذ نشأتها، مؤسسة الدرك الوطني عملت على تطوير قدراتها اللوجستية ومصادرها البشرية من أجل مواكبة العصرنة والتحولات الحاصلة عبر السنين. وتكريساً للمبدأ نفسه، قام الدرك الوطني في إطار مخطط التنمية 2005-2010 بإنجاز حوالي 2000 مشروع كبير وواعد عبر مساحة تقارب 11 مليون متر مربع، بعد أن كانت لا تتعدى 4 ملايين. تندرج هذه الاستراتيجية وفق مناهج تعتمد على عناصر التكنولوجيا والبحث العلمي، سعياً حثيثاً من الدرك الوطني إلى الحفاظ على الأمن العمومي وتعزيزه. مع تحقيق مثل هذه الهبات النوعية، عرف الدرك الوطني ارتفاعاً في عدد عناصره من 50 ألف دركي العام 2000 إلى 104 ألف العام 2010. تعد هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً ارتباطاً بالتكوين الذي يشمل جميع الفئات، ويسجل الدرك الوطني في صفوفه ضباطاً متحصلين على شهادات الليسانس والماجستير والدكتوراه. هذا الفيلم يبرز عدداً من المشاريع المختلفة التي أنجزها الدرك الوطني. من هذه المشاريع على سبيل المثال للحصر: إنشاء قطب علمي وتقني، مدرسة للشرطة القضائية، مركز لتدريب الدرك الوطني، شبكة موحدة للإعلام والاتصال، مقر جديد للمفرزة الخاصة للتدخل، مقرات جديدة لوحدات التدخل والاحتياط، مراكز متقدمة جديدة لوحدات حراس الحدود. هي بمثابة نماذج قيمة تعكس مدى حرص الدرك الوطني على تعزيز الأمن العمومي ومحاربة الجريمة. المدرسة الوطنية للشرطة القضائية بزيرالدا، عصرنة احترافية وفعالية. هي الركائز التي تعتمد عليها في أداءاتها المدرسة الوطنية للشرطة القضائية بزيرالدا. في عرضه المتضمن إنشاء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في جوان 2004،
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة تسخير كل الإمكانات المتطورة لصالح مصالح الأمن المكلفة بحماية الأشخاص والممتلكات في مجالات البحث والتحري والخبرة، وهذا من أجل تمكين الشرطة القضائية من أداء واجبها بنجاعة تامة، خاصة في مكافحتها الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. أنشئت المدرسة الوطنية للشرطة القضائية بزيرالدا بتاريخ 26 ماي 2008، تهدف المدرسة إلى زرع الاحترافية في نشاط عناصرها بتطوير قدراتهم وكفاءاتهم في مجال التحكم التقني ووسائل التحري القضائي. كما تعمل المدرسة على التوفيق بين مكافحة الجريمة واحترام حقوق الإنسان. تمكن المدرسة الوطنية للشرطة القضائية الدرك الوطني بالاضطلاع الكامل بمهمة الشرطة القضائية بفضل العناية الخاصة التي توليها للتكوين، مع ضمان ديمومته وتأقلمه، ومع تحقيق الارتقاء المستمر والدائم لكفاءاتها المكلفة بالشرطة القضائية. قدرات التكوين 1500 مقعد بيداغوجي منقسمين عبر 48 قاعة دراسة، 6 قاعات للأعمال التطبيقية في الشرطة التقنية والعلمية، منها مسرح الجريمة. إن المدرسة الوطنية للشرطة القضائية بزيرالدا أداة تطبيق فعالة ضمن السياسة الجزائية الوطنية. إن الوحدات المتخصصة هي إحدى تركيبات الدرك الوطني، تقنيو مسرح الجريمة على أهبة الاستعداد دائماً للتجاوب مع طلبات السند من مختلف وحدات الدرك الوطني. جثة عثر عليها، إنه التحري. الشرطة العلمية والتقنية تلتقط كل الأشياء والآثار والبصمات والوثائق التي عثر عليها في موقع الجريمة بالإمكانات العلمية المسخرة للغرض. التحري معقد، كل خطوة مدروسة، إذن لا مجال للخطأ. حيثيات التحري من مهام المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام. المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الواقع ببوشاوي مسخر قطبا تقنيا وتكنولوجيا في خدمة العدالة والأمن العمومي. إن إجراء الخبرات من المعهد يندرج ضمن مساعي الدرك الوطني في إبراز الحقيقة وتكريس حق المواطن في العدالة. للمعهد مهام رئيسية 4: إنجاز الخبرات، التكوين، السند التقني، وأخيرا الأبحاث والدراسات والتحاليل في علم الإجرام. أنشئ المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في 4 جوان 2004، يعتمد المعهد الوطني على كفاءات علمية وتقنية عالية وعلى التعاون والتنسيق ما بين دوائره للوصول إلى الإجابات عن التساؤلات والألغاز المتعلقة بمختلف الجرائم. دائرة الطب الشرعي ودائرة التحاليل الدقيقة تعتمدان على مخابر علمية مجهزة بأحدث الوسائل الكفيلة بالوصول إلى أدق التفاصيل لإنجاز الفحوصات والتحاليل البصرية المجهرية والفيزيائية. دائرة الباليستية
وهي تعتمد على أحدث التكنولوجيات لإنجاز الخبرات والمقارنات لمختلف الأسلحة المستخدمة في قضايا إجرامية. وبالدائرة أيضاً نظام آلي مدمج يسمح بالتعرف على مختلف أنواع البصمات الباليستية. دائرة البصمات، ويتم فيها استغلال آثار البصمات ومقارنتها باستعمال النظام الآلي للتعرف على البصمات. دائرة علم السموم، وتعمل على تحليل المخدرات والكشف عنها مع تحديد نوعيتها ومقارنتها. دائرة البيولوجيا، ويتم بها البحث عن مختلف الآثار البيولوجية والتي هي محل تحليل الأدين. دائرة فحص الوثائق، وتعتمد على لوجستية تقنية لإنجاز مختلف التحاليل عن الوثائق المشكوك فيها. دائرة الإعلام الآلي والإلكترونيك، وتهتم باستخراج وتحليل الدلائل الرقمية منها والتناظرية. دائرة فحص المركبات، وتقوم هذه الدائرة بتعريف مختلف المركبات وبإعادة تمثيل حوادث المرور. دائرة الحرائق والانفجارات، ويتم بهذه الدائرة البحث والتعرف على آثار بقايا الحرائق والانفجارات وإنجاز التجارب الطاقوية. نحتاج المعهد الوطني للأدلة الجنائية والإجرام باعتباره يضم ضباط شرطة قضائية من طراز أول رافع، ونحتاجهم باعتبارهم خبراء، ونحتاجهم باعتبارهم أيضا محللين ودارسين وينجزون بحوثا في ميدان مكافحة الجريمة. أمن الأشخاص والممتلكات رهان بل تحد يتجند لرفعه الدرك الوطني. مديرية الدراسات والبحث في علم الإجرام بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام يقوم بدراسة الجريمة والمجرم والضحية والعلاقة ما بينهم. من بين المهام المنوطة بمديرية الدراسات والبحث في علم الإجرام إطلاع قيادة الدرك الوطني دورياً عن جميع حيثيات وتطورات الظواهر الإجرامية. تقترح المديرية حلولاً استناداً إلى أبحاث معمقة للتخفيف من وقع الظواهر الإجرامية على المجتمع. يتمثل عمل مديرية علم الإجرام أساساً في أداء مهام ذات صلة وطيدة بمكونات الظاهرة الإجرامية، حيث يدرس من خلالها الجريمة، المجرم والضحية، ثم العلاقة القائمة ما بينهم. بما أن الجريمة في تطور وتحول مستمرين، فلا بد من تقدير صائب وتحكم في المناهج التكنولوجية. إنه الهدف الذي يرمي إليه مركز البحث والتطوير للدرك الوطني الذي هو عملياتي منذ جانفي 2006. ويشكل المركز أداة مرافقة وتفكير بذكاء جزائري. المركز عماد لترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. العديد من مشاريع المركز جارية في تخصصات مختلفة. البصمة الصوتية، التعرف الآلي على لوحات الترقيم للمركبات، وكذا إعادة تمثيل الحوادث. بمخبر الحوادث الكيميائية والبيولوجية لمركز البحث والتطوير للدرك الوطني، تعد دراسات على الحوادث الكيميائية والبيولوجية برامج معلوماتية للوقاية والحماية منها معدة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحيط من أخطار هذه الحوادث. قواعد معلومات جار إعدادها. قاعدة خاصة بالأدوية المهلوسة والمخدرة
تسمح بالتعرف البصري عليها دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية. بفضل البرنامج المعلوماتي الخاص بالتعرف الآلي على الأوجه عن طريق المظهر الأمامي، يمكن إعادة تمثيل الأوجه. يمكن إعادة تشكيل الوجه انطلاقاً من الجمجمة بفضل تقنيات ضوئية وبرمجة طريقة التشويه الحر للوجه، ما يسهل على المحققين مهمة التعرف على عديد ومختلف المفقودين. إنشاء مركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني في 2010 يأتي في ظرف يحتاج فيه الأمن المروري إلى وسائل وتقنيات عصرية واتصالاً سهلاً وسريعاً بين مختلف المتدخلين. مركز الإعلام والتنسيق المروري يؤسس لروابط بالطريقة الذكية والمحكمة بين مستعملي شبكات الطرق والطرقات السريعة والدرك الوطني. النقطة القوة تنظيم حركة المرور بالوسائل العصرية مع التعرف على المخلين بالقوانين وملاحقتهم. بالنظر إلى الأهمية البالغة للأمن المروري، ينسق المركز جهوده الاتصالاتية مع مختلف الشركاء المكلفين بالأمن المروري. مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني هيئة شرعية ومؤهلة لصد أشكال الانحراف الجديدة والجريمة المعلوماتية. يقدم المركز السند والدعم إلى الهيئات القضائية ومصالح الشرطة القضائية. يبرز المركز أيضاً أداة للوقاية من أخطار الأنظمة الإعلامية وقواعد وبنوك المعلومات على الشبكات الرقمية. من أهداف مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها تزويد الدرك الوطني بأداة يقظة لفائدة المجال المعلوماتي الوطني. لأن تحدي الإعلام والاتصالات كبير، تزود الدرك الوطني بنظام ذكي يدعى الشبكة الوطنية الموحدة للإعلام والاتصال الرونيتال. الرونيتال نظام تشكله إمكانات اتصالاتية وتجهيزات معلوماتية متطورة، ما يسمح لمختلف مستويات قيادة الدرك الوطني بالعمل على أساس قاعدة معطيات موحدة لاستقبال وجمع المعلومات وتبليغها بشكل كامل دقيق وشفاف. من بين المهام المهمة لمركز العمليات والتي تتمثل في المتابعة الحينية لجميع الأحداث، ومن بينها الإخلال بالنظام العام الذي يعد شطرا هاما من ضمن الأعمال المنوطة بمركز العمليات والمتابعة الحينية لها. في هذا الشأن، وبعد استقاء المعلومة من المصدر الذي باستطاعنا أن يكون مواطن أو وحدة من وحدات السلاح، على أساس ذلك يتم معالجة المعلومة وأخذ جميع المعلومات اللازمة الخاصة بهذا الحدث وإرسالها إلى القيادة قصد اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. الرونيتال يستجيب للمبادئ الخمسة التالية: تحديد الحدث، أخذ قرار التدخل بالطريقة المثلى، توجيه الوحدات نحو موقع الحدث، تسخير أفضل الإمكانات، وتوثيق الحدث الماضي ليسمح بأخذ القرار والنمط العملياتي الأفضلين في حالة تشابه مع أحداث أخرى مستقبلاً. هندسة الرونيتال القاعدية أساسها مواقع ربط الاتصالات لشبكة الاتصالات اللاسلكية، وهي مدعمة بشبكة ربط بالألياف البصرية للمستويات العليا.
النظام يشتغل بدون انقطاع. لا حاجة للمواطن إلى التنقل إلى نقاط المراقبة ولا إلى الوحدات الإقليمية. مواطن يستنجد، يتصل بالرقم الأخضر 1055 الخاص بالنجدة. عناصر قاعة العمليات على مستوى المجموعات الولائية يتكفلون مباشرة بالنداء. منذ دخوله حيز الخدمة، أحصت فرق الدرك الوطني عدد الاتصالات عبر اليونيتيل بما يفوق 1,000,000 اتصال. كل المعلومات عن الشخص، عن السيارة والموقع، عن الحدث عموماً تظهر في وقت قياسي. إنها المساندة المباشرة والسريعة من خلال مراكز الاتصال الموجودة على المستويات الجهوية. المعلومات التي جمعت تبث وبسرعة. على الخارطة تظهر حركة وحدات التدخل وتتابع عن قرب بفضل جي بي اس. جميع وحدات زموري واحد، بحث وإيقاف، مركبة نوع تويوتا ياريس ذات اللون الأسود. تتوجه وحدات الدرك الوطني الأقرب إلى موقع الحدث إلى مكان الاعتداء المتبوع بسرقة. التدخل يجري فعلاً في الوقت الحيني. بفضل اليونيتيل، كل المعلومات الضرورية لأخذ القرار تظهر بأبسط نقة على جهاز الإعلام الآلي المحمول. المعلومات أرسلها مساعد التوزيع بالكمبيوتر. وفي وقت قياسي تم إلقاء القبض على المجرم. يتمتع نظام اليونيتيل بإمكانات اتصالاتية هائلة. الوحدات مجهزة بخدمات اتصالاتية من الطراز الرفيع. بفضل نظام اليونيتيل تصل جميع الاستعلامات إلى مركز العمليات المركزي بقيادة الدرك الوطني، وهي الاستعلامات المستقاة من القيادات الجهوية والمجموعات الولائية ومجموعات حرس الحدود، مما يسمح للمركز بتشكيل بنك للمعلومات والمساعدة على اتخاذ القرارات. وهو مكلف بإعداد حوصلة يومية عن الوضع الأمني السائد عبر كامل التراب الوطني، مع بثها ونشرها لجميع الهيئات المعنية. اليونيتيل يسهم كذلك وبفعالية في رفع كفاءة الدركي المهنية وفي تحسين تبادل المعلومات بين وزارة الدفاع الوطني، الدرك الوطني ومختلف الوزارات. رهان اليونيتيل تقديم المساعدة للمواطن الأولوية الأولى للنظام بكامله. سرية أمن الطرقات ذات فعالية قصوى في تحقيق أمن الطرقات عبر كامل الطريق السيار شرق غرب، هي وحدة مشكلة من 67 سرية عبر التراب الوطني. رغم حدثة نشأتها في الفاتح ماي 94 خلافاً لفصائل أمن الطرقات المجموعات الولائية، فهي ذات مهام متعددة وصلاحيات هامة، إذ تتكفل بمراقبة مدى احترام تطبيق مخططات أمن الطرق وبضمان مرور حر ومسهل بفضل وجود دائم ومكثف للدرك الوطني على شبكات الطرق ومحاورها. أداء سرية أمن الطرقات في المراقبة يكتمل من خلال التنسيق عبر الشبكة الموحدة للإعلام والاتصال الدرك الوطني اليونيتيل مع كافة أفراد الدرك الوطني والقيادات المعنية، وهو ما يسمح بتأمين الطرقات من خلال الكشف عن مخالفي قانون المرور والتمكن من وضع حد لحركة وسير مرتكبي مختلف الجرائم. تعتمد سرية أمن الطرقات في ذلك على أجهزة الأمدسي عبر مختلف نقاط المراقبة، مما يسهل ويفعل من عمليات المراقبة ويقلص من الوقت.
ولضمان النجاعة في مهام المراقبة عبر الطرقات، تعمل سرية أمن الطرقات على تنصيب مجموعة رادارات من آخر طراز، إحداها مخصصة للاشتباه وأخرى لغير الاشتباه، وهي تعمل معا في نقاط المراقبة وعلى مدار 24 ساعة كاملة، بما أن الرادارات هذه مجهزة بالأشعة ما تحت الحمراء. في شق تأمين الطرقات للمستعملين ومد يد العون والمساعدة والإسعافات، تقوم سرية أمن الطرقات بعمل إيجابي وفعال بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاح عمليات التدخل أثناء حوادث حركة المرور. سرية أمن الطرقات حضور دائم ومكثف عبر المسالك التي تقوم بتنظيمها، إذ تعمل على تنسيق خدمة تأمين المواكب والمرافقات، كما تنسق سرية أمن الطرقات في تنظيم حركة المرور العسكرية تبعاً لتوجيهات القيادة. سرية أمن الطرقات أيضاً أداء فعال بوسائل وتجهيزات حديثة وبتكنولوجيا عصرية للحد من أسباب حوادث المرور. تقوم سرية أمن الطرقات عبر جهاز كاشف عصري رقمي بقياس نسبة الكحول في الدم لدى مستعملي الطرق عند المراقبة. سرية أمن الطرقات اضطلاع بمهام تصب في تأمين المسالك والطرقات شغلها الأول والدائم بقياس نبل وإنسانية أداءاتها، تأمين الطرقات خدمة للمواطن. مركز التدريب للدرك الوطني بتوجرت أنشئ في العام 2008 ودخل حيز الخدمة في 2010. يتكفل المركز بتكوين دركيين أعوان، مدة التربص 6 أشهر لكل دفعة بمعدل دفعتين لكل سنة دراسية. يتضمن التكوين التكوين العسكري والتكوين العام والتكوين المهني. يشمل التدريب البدني والرياضي التربية البدنية العسكرية، عبور الموانع والدفاع الذاتي، ويكون التكوين في شتى جوانبه مقسماً على حجم ساعي مضبوط يحقق النجاعة. مواجهة خطر الجريمة وتأمين الحدود مهمات منوطة بوحدات حراس الحدود التي تدعمت بمراكز متقدمة ووسائل متطورة كفيلة بأداء المهام على أكمل وجه. تنتشر وحدات حراس الحدود عبر الشريط الحدودي البري على مسافة 6511 كيلومتر. في مجال الدفاع مكلفة وحدات حراس الحدود بالحراسة المستمرة للمناطق الحدودية، مراقبة أي دخول يتهدد أمن الحدود والكشف عنه، منع أي حركة تهدف إلى المساس بسلامة الحدود والقضاء عليها، الحفاظ على عناصر الميدان التي تجسد رسم الحدود. في مجال شرطة الحدود تقوم وحدات حراس الحدود بمراقبة الشريط الحدودي وردع نشاطات التهريب ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. تراقب وحدات حراس الحدود الأفراد والممتلكات التي تمر بالمنطقة الحدودية. فرقة حراس الحدود تتدخل على الشريط الحدودي وتنصب كميناً لإحباط محاولة إدخال المخدرات إلى التراب الوطني. وحدات حراس الحدود هي العيون اليقظة التي تترصد الأخطار وتحول دون حدوث نزيف. وقف!
وحدات حراس الحدود هي العيون التي لا تنام، تقف صلبة أمام محاولات تهريب مختلف السلع من وإلى التراب الوطني والتي من شأنها إضعاف الاقتصاد الوطني. وحدات حراس الحدود تأمين الحدود الوطنية، مواجهة لخطر الجريمة وإحباط لمحاولات التهريب. المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، وحدة خاصة عملياتية بمقر جديد. المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني موضوعة تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني، يقودها ضابط سامي من الدرك الوطني اختصاصي في المجال. على العناصر الأعضاء في المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني استفاق مقاييس هي شروط لا مفر منها: الجدية، الصرامة، اللياقة البدنية، الشجاعة، الإقدام والعزم، الدقة، العقلانية والثقة في النفس. المتربص إلى تطبيق تمرينات مفادها التحمل الجسدي والمعنوي للفرد واكتساب ردود أفعال آلية وترسيخ الروح الجماعية. هناك مهام أساسية أنشئت لأجلها، وهي مكافحة اللصوصية، مكافحة الإرهاب، شل حركة الأشخاص الجد خطيرهم.
إن إنجاز مؤسسة الدرك الوطني لهذه المشاريع يندرج ضمن استراتيجية فعالة لبلوغ سرعة فائقة في التدخل والأداءات ولتحقيق النجاعة والدقة وتحسين نوعية الخدمات والمهام المختلفة مع الرفع من مستويات وقدرات عناصر الدرك الوطني وتأهيلهم بشكل دوري ومستمر للاضطلاع بمسؤولياتهم على أكمل وجه. وذلك في فائدة الأمن العمومي مثلما يؤكده فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، داعياً مصالح الأمن إلى تطوير مناهج العمل الجديدة بإدراج الوسائل والإمكانات العصرية للتمكن من وضع حد للجريمة بكل أنواعها. We'll be right back.